أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع الثالث. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بقراءتها وشرحها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. سيصادف في هذا الأسبوع يوم السلام العالمي. بالطبع سنقوم بإحياء هذا اليوم بطريقتنا في حصة تاريخ الأردن. سنقوم ببعض الأنشطة التي من شأنها أن تغرس مفهوم السلام عندنا. بعد ذلك سننتقل إلى حصة الأسبوع. بعد ذلك سننتقل إلى الأنباط. إحدى القبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية في القرن السادس قبل الميلاد استقرت في جنوب الأردن بعد أن سيطرت على مملكة أدوم. هذه الخارطة تعرفنا في المناطق التي شملتها مملكة الأنباط. سنتعرف إلى نظام الحكم، وهو كان بصورة مملكة وراثية اشترك يعني فيها العديد من الملوك كعبادة الأول الذي هزم اليهود في موقعة قارة على شاطئ بحيرة طبرية، والحارث الثالث وغيرهم الكثيرين. أيضاً سنتعرف إلى المظاهر الحضارية لدولة الأنباط. وعندما نسمع كلمة الأنباط يتبادر إلى ذهننا البتراء. سنتعرف إلى بناء هذه الأعجوبة الثامنة وكل التفاصيل التي تخصها. بعد ذلك سنتعرف إلى الحياة الاقتصادية، الزراعة وأنظمة الري، التجارة، الصناعات البسيطة التي كانت موجودة في هذه المملكة. والجزء الثاني من الحياة الاقتصادية، الصناعة، حيث مارس الأنباط صناعة بعض المواد المعدنية، فكانوا يسقون النقود من البرونز والفضة، واستعملوا البرونز لصناعة بعض التماثيل الصغيرة والحلي، وقد عرفوا بالحياكة والنسيج وصناعة الفخار والأقواس والسهام، واستخرجوا الحديد والنحاس من منطقة فينان في وادي عربة. لاحظ هنا، هذه بعض الآثار التي تركها الأنباط من أوان فخارية نبطية. التجارة. تعد التجارة عزيزي الطالب المهنة الرئيسة للأنباط. ساعد على ذلك عوامل عدة، منها وقوع البتراء على ملتقى الطرق التجارية بين اليمن جنوباً وبلاد الشام شمالاً، والخليج العربي شرقاً ومصر غرباً. هذا العامل جعل للأنباط أمراً مهماً أن يستطيعوا أن يسيطروا على طرق التجارية. صناعة الأنباط للسفن في ميناء أيلة على البحر الأحمر. كانت سفنهم تجلب البضائع من اليمن لتنقلها عبر البحر الأحمر إلى مصر. أيضاً بناء الأنباط محطات على طريق التجارة، تزويدها بالمرافق اللازمة مثل الخانات لإقامة التجار والمسافرين والمنشآت المائية والأسواق، والعمل على تحسينها. أيضاً توفر الأمن للقوافل التجارية. هناك كان يوضع حاميات عسكرية على الطرق وإقامة أبراج للمراقبة. بعد ذلك وكما يظهر أمامك على الشاشة، سننتقل إلى أسئلة الفصل. سنعرف خلالها الأراميون، نقش القلعة، المدينة الوردية. سنعطي أسباباً لكل مما يأتي. هجرة القبائل من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام والعراق شمالاً. انهيار سد مأرب. اتخاذ الأنباط البتراء عاصمة لهم. سنذكر سبباً لكل هذا. وتراجع التجارة والنشاط التجاري عن مدينة البتراء. سنوضح أهم الآثار الموجودة في البتراء، ونوضح دور الأنباط في مجال هندسة المياه
العوامل التي ساعدت على تطور التجارة عند الأنباط، وأيضاً سنقارن بين الممالك القديمة التي قامت على الأردن من حيث موقعها الجغرافي، أشهر ملوكها وإنجازاتها. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته وشرحه خلال الأسبوع الثالث. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.